ملاذ الخائفين وغيث المستغيثين ومعطي السائلين، يستحي أن تعود يداك صفرا، فإذا أعطى أدهش وتهرع إليه عندما تبتلى بالأسقام، وتناديه لتشكو له ظلم الأنام، تتذكر قربه عندما تجور عليك الأيام، فإذا صرت بأمان وسلام نسيته وتهت في الأحلام. كيفية قيام الليل وصلاة التهجد؟ ولكن لحظة، أين نحن إذن من قوله تعالى وعباد الرحمن؟ ألم يصفهم بقوله تعالى الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ وكيف ندعي عبوديته وحبه وبعد ذلك نترك ذكره؟ كيف لا يتحرك قلبك لرؤية حبيبك وهو الذي يناديك في كل ليلة، من يدعوني فأستجب له؟ نعم، إنني أرى في عينيك شوقا للقيام. فتعرف معنا أخي المسلم على كل ما يتعلق بكيفية صلاة قيام الليل وأحكامها. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. ما هي صلاة قيام الليل ومتى تكون؟ صلاة قيام الليل هي سنة مؤكدة يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى آذان الفجر، ولك أن تصلي في هذا الوقت ما تشاء، وأفضل وقت لها وهو الثلث الأخير من الليل، والأفضل من ذلك هو التهجد. قد تسألني ما هو التهجد؟ التهجد هو الصلاة في الليل بعد النوم، أما في رمضان فتسمى صلاة القيام بصلاة التراويح، وتختلف بعض الأحكام التي سنوردها لاحقا. كيفية صلاة قيام الليل؟ تصلى صلاة قيام الليل مثنى مثنى، أي تصلى ركعتين كاملتين مع التشهد والتسليم، ثم تقوم لركعتين غيرهما، ولك أن تصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 أو 8 أو 10 وهو أفضلها. فهكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تختم صلاة القيام بصلاة ركعتي الشفع، وهما ركعتين يسن أن تقرأ في أولهما سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الكافرون، وممكن أن تقرأ غير هاتين السورتين، وأخيرا تصلي ركعة واحدة هي صلاة الوتر، وفيها تقرأ سورة من قصار السور، والأفضل قراءة سورة الإخلاص. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكمل الصلاة بالركوع، وبعد أن ترفع من الركوع تقرأ دعاء القنوت، ثم تتابع السجود والتشهد والتسليم، وتستطيع أن تجمع الشفع مع الوتر بصلاة واحدة ونية واحدة، فتصلي 3 ركعات دون تشهد. ولكن بعد القيام من ركوع الركعة الثالثة تدعو دعاء القنوت، وتتابع الصلاة بالسجود والتشهد والسلام، وبذلك تكون انتهيت من صلاة القيام. أما دعاء القنوت فنقول فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ولك أن تدعو بما تشاء. ما يستحب فعله في قيام الليل؟ يستحب استفتاح صلاة التهجد بدعاء الاستفتاح، ونقول فيه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. يستحب الدعاء في السجود
أثناء صلاة القيام، ولك أن تدعي بخير الدنيا والآخرة، كما تستطيع أن تدعو بالأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تدعو بطريقتك. ولكن أول ما تبدأ به من الدعاء وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب البكاء من خشية الله، أو تبكي خوفا من عذابه، فلو شاء الله لأخذك أخذ عزيز مقتدر. وشكرا على نعمائه، فرغم اطلاعه على ذنوبنا رحمنا وسترنا، وشوقا إلى لقائه، قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يستحب أن تدعو لأخيك المسلم في ظهر الغيب وتستغفر له، فهناك ملك موكل بالتأمين على دعائك فيقول: ولك بالمثل. يستحب إيقاظ أهل البيت لقيام الليل، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. يستحب أن تصلي كل يوم في مكان، فالأرض تشهد لك يوم القيامة بقيامك الليل. يستحب الاستغفار في وقت قيام الليل، فورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يستغفرني فأغفر له. يستحب قراءة القرآن في وقت قيام الليل، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورثل القرآن ترثيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن الأسباب التي تمنعك من قيام الليل كثرة الذنوب والمعاصي، فكثرة الذنوب والمعاصي تكون طبقة على قلبك تمنعه من الخشوع والإقبال إلى الطاعات، فتأخذه الدنيا وملذاتها. فقد قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. تناول الطعام قبل النوم مباشرة. رأى معقل ابن حبيب رحمة الله عليه قوما يأكلون كثيرا، فقال: ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة، السهر لوقت متأخر والانشغال بملذات الحياة. يحرم العبد من عبادة قيام الليل، هذا إن كان له في الأمور المباحة، فما بالك إن كان في الأمور غير المباحة. عافانا الله وإياكم من شرها وسترنا. عدم اتخاذ التدابير الكافية لقيام الليل، فلا بد لك من دعاء الله ليعينك على القيام، وتستطيع الاستعانة بمنبه يساعدك على الاستيقاظ. وأيضا من الأمور التي تمنعك من قيام الليل مجالسة أصدقاء السوء، فهم يحثونك على الانغماس في الدنيا والابتعاد عن مجالس الصالحين الذين يحثونك على اغتنام الدنيا والوصول إلى الجنة. بعد أن ذكرنا الأسباب التي تمنعك من قيام الليل، سنذكر لكم خطوات تعين على قيام الليل. النوم على الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الاضطجاع على الشق الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن. الاستعانة بأذكار النوم، ومنها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ألا يتعب نفسه خلال النهار بأعمال لا فائدة منها. إن القيلولة في النهار تعين على قيام الليل، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من الحقد والضغينة والحسد. على الإنسان أن يذكر نفسه دائما بفضل قيام الليل، ولا يترك نفسه تستسلم للراحة والخنوع والاطمئنان بملذات الدنيا. ولك أن تعلم أخي المسلم أن قيام الليل هو فضل من الله تعالى يمن به على من يشاء من عباده.
قال الله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال السلف الصالح: مع قيام الليل كان ابن مسعود رضي الله عنه بوقت صلاة الليل يسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. أما زيد بن حارث فكان يتقاسم الليل مع أولاده، فكل واحد منهم يصلي بهم الليل بجزء من القرآن. أما عمرو بن دينار فقد قسم ليله ثلاثة: ثلث ينام فيه، وثلث يدرس فيه، وثلث يصلي فيه. كان الإمام البخاري يتهجد في الليل، فكل ثلاث ليال يختم القرآن. سئل الحسن البصري: ما بال المتهجدين بالليل؟ هم أحسن الناس وجوها. فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. كان عبد العزيز ابن أبي رواد رحمة الله عليه يستحسس فراشه ليلى فيقول: ما ألينك من فراش، ولكن فراش الجنة ألين منك، فيقوم فيصلي. وكان سفيان الثوري يرفع رجليه على الحائط في الصباح ليعود إليهما الدم بعد ليل مضاه قائما عليهما وهو يصلي. كان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول: يا أمارة بالسوء، ما خلقت إلا للعبادة. يقول الأوزعي: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوفه يوم القيامة. وكان رحمه الله يصبح وقد ابتل مكان سجوده من كثرة بكائه في قيام الليل. فهذا حال السلف مع ما كانوا عليه من الطاعات وجهاد النفس وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام بأمره، فكيف حالنا نحن مع ما ابتلينا به من إقبال إلى الدنيا وانغماس بشهواتها وإدبار عن الجنة ونسيان لملذاتها؟ أما أحكام قيام الليل، هل ينبغي أن تقوم الليل كله لتكون من الذاكرين؟ لا، فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث رجال غلوا في العبادات، فتعهد أحدهم بأن يقوم الليل دون أن ينام، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هل يمكن التفريق بين ركعات قيام الليل؟ نعم، فيمكن له أن يصلي قبل نومه ما تيسر له من ركعات، ويستيقظ بعد منتصف الليل فيصلي ما تيسر له، ثم يختم صلاته بالوتر. هل هناك سورة مخصوصة يقرأ بها المصلي في صلاة قيام الليل؟ لا، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ما هي النية التي ينبغي التلفظ بها قبل أداء صلاة القيام؟ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية لصلاة القيام، فالنية موضعها القلب، وبناء عليها ينبغي للمسلم أن ينوي بقلبه صلاة القيام ولا تعارض بين نية قيام الليل ونية التهجد. هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن من المصحف في صلاة قيام الليل؟ اختلف العلماء في هذا الأمر، فمنهم من رأى أن لا حرج في ذلك إذا وضعه في مكان مرتفع، ومنهم من رأى أن الصلاة لا تكون باطل، ولكن قراءة المصلي للقرآن من حفظه أدعى للخشوع وهي الأفضل. هل يجوز للحائض أن تقوم الليل؟ لا حرج في أن تقوم في الثلث الأخير من الليل وتستغفر، وهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن يحرم عليها الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت ودخول المسجد. فكيف لك أخي العزيز أن تترك هذه الطاعات وفيها رضا للرحمن وفوز بالجنان وتكفير الذنوب والآثام وصحة الأبدان وتبعث في النفس لطمئنان؟ هذه ثمرات تدفع العبد للحفاظ على القيام والشوق للقاء الحنان المنان. وفي الأخير أشكركم على المتابعة،
وإذا أعجبكم المقطع أتمنى أن تشاركوه مع أصدقائكم ليستفيدوا أيضا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.